في الطرف الايسر قد يتحرك، قد يشكل خطورة من الجهة اليسرى، يتقدم الى امام الكاميرون في الاستحواذ، التمريرة خطيرة، استحواذ او استلام خاطئ، تمريرة خاطئة من القائد في الكرة الماضية لاعب رقم 18 فيصل بدري، عادت مجددا البدري يومار الكودو، المحاولة تأتي كودو، كرة تعود كاميرونية، فرصة للضغط الان على حارس المرمى انداوا يومار على الجهة اليمنى، عودة كاميرونية العرضية المنتخب الليبي، عادت مجددا الفرصة عندما يتقدم، لمسة لفرسان المتوسط، كرة تعود مجددا، ابعاد عادت للمنتخب، منتخب المرشح الاول من هذه المجموعة، حلوة التمريرة، حلوة فكرتها ولكن طالت طالت، الكرة تعود مجددا ثابتة، والفرصة قادمة للمنتخب الليبي عند عبد المنعم، اللقطة قادمة للليبيين، عبد المنعم يلعب العرضية، الكرة طويلة يا عبد المنعم عن الجميع، لا يوجد أحد، الكرة تذهب إلى ضربة مرمى للمنتخب الكاميروني، فابريس أونداوا، كرة اللعب إبعاد خاطئ لكن سهل عند الوحيشي، يتصدى مراد، مراد في مباراة انكودو على التنفيذ، يلعب العرضية الخطيرة تمر وتذهب إلى ضربتها، عامل الليزر الموجود من الجماهير اللي محاولة، أحمد فرصة، فرصة لأحمد الآن، لقطة والكرة لازالت، أحمد يستلم المحاولة، الكرة الليبية والعودة مجددا، والرد عدت، لازالت الكرة للمنتخب الليبي، أحمد بالرأس، مرت الكرة، أخطر الكرات للمنتخب الليبي، هذه الفرصة للمنتخب الليبي، أي جملة فنية، أي لقطة فردية من لاعب يكون فيها عامل الفني حاضر، يعني يعطي حافز كبير للجماهير الحاضرة، تبدأ في المساندة، هنا اللقطة مرت، هنا الفرصة مرت، هنا الكرة الليبية مرت، خطير، لقطة جميلة للماضي، صحيح أنه حاول لكن صراعه اللاعب احمد كراوة على الكرة، محاولة لكن سهلة، تعود لينداوا حارس المرمى، يعني احمد كراوة قط، محاولة للمنتخب الكاميروني، جورج الكودو يمر الكرة، استلام، تمرير، عادت مجددا، سامبو اخطا، انطلقت ليبيا، محاولة ليبيا للمرور والحفاظ على الكرة، واللقطة الان مستمرة، يا سلام، اعطونا بعضا من لمحات طارق التايب، بعض من لمسات البرنس الليبي، النجم الأسطوري لمنتخب، قادمة لمنتخب ليبيا، ليبيا بدأت تتقدم، بدأت تضغط، الكرة تعود مجد، كودو على التنفيذ، عرضية خطيرة تبعد ليبيا، والإبعاد على دفعتين، الكاميروني كلينتون جي، كلينتون جي أخطاء كاميرونية، تومارر انكودو حذاري، تسديدات خطيرة، انجي والمحاولة والكرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء ليمون، لعبها انكودو، خلينا نشوف اللقطة، لوحيشي ونشام، مراد، والهدف الأول، الهدف الأول لمنتخب الكاميرون، نشام يتقدم الكاميرونيين بالهدف الاول، حذاري حذاري، لا 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 لا، حذاري حذاري، يعني ان كم اتجه للجماهير الليبيه، كره ليبيه انطلاقه، محاوله لمنتخب ليبيا، احمد، اوه يا احمد، مرت الكره، عدت عدت وتعود المنتخب الليبي، لقطه لا زالت انطلاقه ليبيه، وتسديده لكن بعيده، حلوه رده الفعل ثابته، شوف التمريره، المحاوله في الجهه اليسرى للمنتخب الكاميروني، ضغط على مرمى ليبيا، عرضيه كاميرونيه، محاوله لا زالت لينكودو، استلم ومرر، الكره خطيره، محاوله المرور، تسديد، مرت مرت، عدت، يحاول الضاوي المرور، عرضيه من صبحي ولكن الكره تذهب الى ضربه مرمى، محاوله من صبحي الضاوي، محاوله ليبيه، الكره والتمرير، تسجل هدف رائع وملعوب، الله يا فرسان المتوسط، الله يا فرسان المتوسط.
محمد إكراوة، كرة ثابتة، محاولة للمنتخب عليبي. أحمد يلعب التسديدة ولكن تعتلي العارضة كرة أحمد. كرة لعمر غونزاليس. الضغط الآن من لاعبي راين هو البديل. عموما كرة ثابتة ولقطة قادمة لمنتخب الكاميرون على مرمى ليبيا. عرضية، محاولة، خروج، يا سلام، حلوة يا مراد، أبعد الكرة مراد. أنتون، المرور، التسديدة والكرة والعودة لمراد. يعني صبح الضاوي هيشكل خطورة، هيسبب إزعاج كبير للاعبي إبراهيم. يعني الكرة ولقطة تسديدة، العودة مجددا والإبعاد. حذاري من العرضيات، مرت عدت راحت بسلام. اللقطة الكاميرونية الماضية، حذاري من الكرات الكاميرونية، من اللقطات الكاميرونية مع الأطراف، يشكلون خطورة دائما حاضرة إلى الجهة اليمنى. العرضية تأتي، حذاري من إبراهيم. هذا اللاعب منذ دخوله وهو عامل إزعاج كبير جدا يا سيد ميلوتا. عليك أن تحذر من إبراهيم ومن تحركات إبراهيم. كرة لعب للمنتخب الليبي، محاولة تذهب إلى رمية وضربة مرمى.